تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. في هذا البرنامج نطرح العديد من المواضيع الصحية والطبية، وأيضا من خلال هذا البرنامج كذلك نقدم يعني أو نفتح الباب أمامكم لاستقبال مقترحاتكم ويعني آرائكم، وما بقول شكاويكم لكن بقول ملاحظاتكم، على أساس أن الملاحظة أو الرأي هذا يقود إلى الانتقاد البناء الذي يساهم بشكل أو بآخر في يعني معالجة، قد يكون هنالك تقصير معين أو عدم انتباه من قبل أي دائرة أو أي إدارة في الهيئة. نحن بالعكس الأبواب مفتوحة لكم ونطرحها بشفافية، ونحاول قدر الإمكان أن نصل إلى إسعادكم في النهاية. للمشاركة عبر الاتصال عن طريق الرقم 600-55-1414 وعن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006. ناخذكم اليوم في جولة إخبارية سريعة اليوم تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. تنطلق اليوم الأحد مساء بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض فعاليات المؤتمر الدولي 34 لجمعية بنوك الدم العالمية، لتكون بذلك دبي أول مدينة على مستوى الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث منذ تأسيس الجمعية في أمستردام عام 1935، وهو الأمر الذي يعكس المكانة العالمية لإمارة دبي وقدرتها الفائقة على استضافة وتنظيم وإنجاح مختلف المؤتمرات والاجتماعات العالمية. يشارك في المؤتمر أكثر من 1700 طبيب ومتخصص يمثلون 82 دولة، حيث سيناقش المؤتمر العديد من التقنيات العلمية الجديدة التي تدعم سلامة ومامونية نقل الدم من خلال 120 محاضرة علمية يقدمها خبراء وأطباء ومتخصصين من مختلف دول العالم، إضافة إلى عرض 604 أوراق عمل كملصق جداري. يصاحب المؤتمر معرض طبي تشارك به 73 شركة طبية محلية وعالمية تستعرض آخر التقنيات المتعلقة بمجال الدم. وأيضا اليوم عندنا تشهد هيئة الصحة بدبي حاليا يعني في هذا الوقت تخريج دفعة جديدة من الأطباء الحاصلين على عضوية الكلية الملكية البريطانية للطب العام التي يشرف عليها مجلس دبي لامتحانات العضوية، عضوية الكلية الملكية التابعة للهيئة. تجدر الإشارة إلى أن هذه هي الدفعة 11 التي يشرف عليها المجلس التابع لهيئة الصحة بدبي، إذ نجح المجلس في تخريج 377 طبيب وطبيبة يمثلون 18 دولة بينها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على مدى السنوات العشر الماضية. نحن نبغي نسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع، ومعانا مراسلنا أستاذ يوسف سعد من موقع الحدث. مرحبا يا يوسف. صباح الخير محمد. صباح الورد أعزائي المستمعين، وأهلا بكم. محمود أنا دلوقتي في موقع الحفل، اللي بدأ منذ دقائق قليلة، وهو زي ما أنت ذكرت حفل تكريم الحاصلين على العضوية الدولية من الكلية الملكية البريطانية للطب العام في دبي. وأنا حابب بس محمود يعني تاخد اللمحة السريعة
عن الحفل وعن الخريجين. معايا هنا الدكتورة وديعة محمد، المنسق العام لمجلس الكلية الملكية البريطانية في دبي، يعني هي اللي في ايديها زي ما يقولوا الطبخة كلها، يعني هي اللي في ايديها كل المعلومات وكل حاجة. تفضل. فهي معاك على الخط محمود. تفضل دكتورة. مرحبا يا دكتورة. يا هلا محمود. أعطينا لمحة عن الموضوع كامل، شو عندكم اليوم، شو مسوين، شو بتخرجون؟ نعم صحيح، خلال دقائق وصلنا معالي حميد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام لهيئة الصحة بدبي، وشرفنا بافتتاح حفل تكريم الحاصلين على العضوية الدولية من الكلية الملكية البريطانية للطب العام بدبي. الحفل هذا في الأساس احنا نحتفل بخريجينا، الحفل خلال عقد من الزمان العشر سنوات اللي طافت احنا هذا يعد ثالث حفل، واليوم عندنا 42 خريج. خلال السنوات اللي طافت احنا كان عندنا 325 خريج من الكلية الملكية للزمالة البريطانية. واحنا حاليا صراحة نكرم الخريجين بحيث ان نعطيهم ايقونة وميدالية من معالي، لان ما شاء الله اصبر لهم فترة طويلة وهم قاعد شغالين على الامتحانات وعلى الزمالة البريطانية، والحمد لله كل هذا التعب والجهود المثمرة كلها كانت بنجاح، وردي الحفل ابتدى إن شاء الله خير، شرفنا بالحضور. ممتاز، نحن ما نبغي نعطلكم عن الحفل أكثر دكتورة، وإن شاء الله بتكون لنا تغطيات وافية وشاملة عن هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك دكتورة، وبالتوفيق إن شاء الله. يعطيك العافية، حياك. شكرا، وأيضا الشكر لزميلنا يوسف سعد على يعني تغطيته المتميزة دائما. حياك الله، نشوفكم على خير، بالتوفيق. إذن كانت معنا الدكتورة وديعة من موقع التخريج، تخريج الدفعة الجديدة من الأطباء الحاصلين على العضوية، عضوية الكلية الملكية البريطانية للطب العام. في من ضمن الأخبار يقول لك الوزن الزايد يزيد مخاطر الإصابة بالسرطان، يعني هذا أنا دائما أقرأ دراسات في هذا الإطار تصب في هذا الموضوع. يتوصل فريق دولي من الأطباء إلى أن الوزن الزائد يرتبط به ازدياد نسبة الإصابة بأمراض سرطانية، فتزداد مخاطر نشوء سرطان كل من المعدة والكبد والمرارة والبنكرياس والمبيض والغدة الدرقية والمخ والورم النقوي المتعدد لدى الأشخاص الذين يتصفون بوزن زائد. ويشير الأطباء إلى أن احتمال تطور الأمراض السرطانية ينخفض إذا استطاع الإنسان وضع حد لزيادة وزنه، وإلا فقد يعني تتخذ العملية طابعا لا رجعة فيه. وأظهر البحث أن زيادة الشحم تؤدي إلى إفرازات زائدة من الاستروجين والتستوستيرون والأنسولين، مما يعمل ضمن أمور أخرى على تطور التهابات قد تسبب نشوء السرطان. ولا تتوقف المخاطر المذكورة على عملي الجنس والجغرافية، بتوصل الباحثون إلى استنتاجاتهم هذه بعد القيام بتحليل أكثر من 1000 دراسة أجريت بمبادرة من منظمة الصحة العالمية ومكرسة لإظهار مدى ارتباط السرطان بالوزن الزائد. ويعاني نحو 660 مليون من الكبار و110 ملايين من الأطفال في أنحاء العالم من السمنة. تشير الدراسات إلى أن ثلث سكان الولايات المتحدة وربع سكان روسيا يتصفون بالوزن الزائد. إذن يا جماعة الخير، اللي وزنه زايد يعني نقول حاول تنزل وزنك، حاول تنزل وزنك. وتنزيل الوزن ما يمنه والدرب، لا، يعني يحتاج مجهود ويحتاج إرادة ويحتاج رياضة ويحتاج أيضا نظام غذائي جيد، أو نظام غذائي صحي بعد، مو بجيد يعني، نظام غذائي صحي. فالصدق قاعد أشوف مقطع على الواتساب طرشولي، بنت صغيرة من إحدى الجنسيات العربية، الأم تقول لها خلاص من اليوم ورايح ما في غير سلطة، بتأكلين سلطة، وتصيح لا
أبغي أكل، وصغيرة عمرها 6 سنوات يمكن أو 5 سنوات، وتصيح أبغي أكل، تقولها ما بعطيك أكل خلاص من يوم رايح، وتلطم وتضرب اللي يدار وسمينة ما شاء الله عليها. يعني يا جماعة الخير خافوا والله في عيالكم ترى. ها عموما فاصل وما نرجع ما نتكلم على موضوع جميل جدا، موضوع نطرح فيه قانون المسؤولية الطبية مع الدكتور محمد أسامة كيالي رئيس قسم التنظيم بإدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي. موضوع شيق، ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. للتواصل معنا على الأرقام 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006. مثل ما وعدناكم قبل الفاصل نطرح موضوع جميل جدا هو قانون المسؤولية الطبية، فعشان شيء مستمعينا أتمنى منكم يعني التركيز معانا في هذا الحوار، لأن هذا القانون اللي ما نطرحه أو الموضوع اللي ما نطرحه يعني في وايد استفسارات ووايد شغلات الواحد يجهلها أو ما يعرفها، فمن ضمن الحوار ما نتكلم عن مفهوم الخطأ الطبي وفق القانون، وما نتكلم أيضا عن كيف تقدر تقدم شكوى طبية، وكيف شو هي حقوقك كمريض، وشو الحقوق اللي بتكون عليك أنت كمريض. فأتمنى يعني اللي عنده أي استفسار واللي حاب يستفيد يسمعنا بشكل يعني يركز معانا بتركيز. يعني عموما ضيفنا معانا في الاستوديو اليوم بيكمل معانا الحلقة كلها الدكتور محمد أسامة كيالي رئيس قسم التنظيم بإدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي. حياك الله معانا دكتور. يا هلا مرحبا فيكم، مرحبا بالمستمعين. دكتور يعني وافق سيد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لعام 2016 في شأن تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وتشمل أحكام المرسوم يعني على عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية التي تتم داخل الدولة، وأيضا في هذا المرسوم يعني كانت هنالك العديد من القوانين الجديدة. باختصار دكتور عطنا لمحة سريعة عن التشريعات والقوانين الجديدة التي أصدرها سيدي صاحب السمو رئيس الدولة. جزاك الله خير أخ. الآن في البداية ما شاء الله دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول المتقدمة في القوانين والتشريعات الصحية، فهناك ما يزيد على حوالي شيء 25 قانون ينظم العمل الصحي في الإمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل فترة يتم تحديث هذه القوانين والبناء على الممارسات المطبقة حاليا في المجال الطبي. نعم. فموضوع نقل وزراعة الأعضاء انتقل، كان في قانون سابق عام 93 تم إصداره، تم تطبيقه، ولكن مع الأيام وجد أنه في ممارسات جديدة لم يغطيها القانون السابق، واحتاج الشؤون القانونية في الوزارة إلى تحديث هذا القانون. يهدف القانون الجديد إلى تنظيم إجراءات عملية نقل وزراعة الأعضاء، والشيء الجديد هو حفظ الأعضاء لأنه هذا شيء يعني ممارسة جديدة كانت، هذا إضافة إلى زراعة الأنسجة البشرية، هذا من أحد الأشياء اللي تم إشارة إليها في القانون الجديد، بالإضافة إلى التشديد على منع الاتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية، خاصة لأن هذا الموضوع في حاجة المريض والمتبرع، وأحيانا يكون في هناك ممارسات غير صحيحة في هذا المجال، فالقانون شدد على هذا الموضوع، شدد على المخالفات والعقوبات التي لها في الموضوع هذا. أيضا كمان موضوع مهم جدا لم يكن مطروق سابقا هو تنظيم عملية التبرع بالأعضاء. نحن يعني نسمع كثير حالات أنه الأب تبرع لابنه أو ابن تبرع لوالده أو زوجه أو إلى آخره من هذا، ولكن هذا يعني المشروع ضمن هذا القانون هذا تم إيضاحها ووضع بعض الضوابط لتحدد عملية التبرع، بالإضافة للتبرع بعد الوفاة، وهذا شيء جديد على الدولة،
أنه الآن في إمكانية تحفظ الأعضاء اللي تبرع فيها لبعض الأشخاص المحتاجين لها. صحيح. طبعا العلم تقدم الحمد لله واستطاع أنه يحفظ بعض أعضاء الجسم مثل الكلى القلب بعد لوقت معين اللي يمكن الاستفادة منها من شخص آخر يحتاج لهذا أو القرنية مثلا. فكل هذه الأشياء يعني القانون ما شاء الله ذكرها بالتفصيل ووضع ضوابط وقوانين تشرحها بحيث أنه يحدد حقوق المنشآت الصحية حقوق واجبات المريض والالتزامات المطلوبة منه. وفي شيء مهم جدا هو حماية حقوق الأشخاص اللي تنقل إليهم الأعضاء من أنسجة بشرية. بالضبط. يعني القانون تطرق إلى أهلية المريض، أهمية الموافقات الكتابية لاتخاذ القرار الطبي في العلاج. يعني أنا أبغى أتحدث عن هذه النقطة بشوية بالتفصيل دكتور. أيضا من بين الكلام اللي أنت ذكرته، يعني الواحد ممكن يعني مثل ما ذكرت أن القانون أيضا تطرق إلى ما بعد الوفاة، التبرع بالأعضاء ما بعد الوفاة. الآن إذا أنا أفكر أني أتبرع بأعضائي يعني بعد الوفاة، شو ممكن أسوي؟ شو الأشياء اللي المفروض علي أنا أني أنا أسويها في هذا الإطار؟ تمام. نحن ما نستطيع نقرأ كل قانون بشكل منفرد، لازم نقرأ بمنظومة القوانين التشريعات الصحية. تم إصدار سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة الإمارات العربية المتحدة أصدر قانون آخر، هو قانون المسؤولية الطبية، مع كمان هذا تحديث للقانون اللي صدر في عام 2008، وفيه بعض النقاط المهمة اللي أتطرق لها القانون الجديد. القانون الجديد طبعا وضح جدا مسؤولية الطبيب والمنشأة الصحية في الإجراءات الجراحية. فنحن هون من نذكر بعض يعني لا يمكن القيام بأي عملية جراحية إلا التأكد من أهلية المريض للجراحة، استخدام وسائل التشخيص المعتمدة والمتاحة واللازم للمريض لتشخيص حالته بطريقة صحيحة، استخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لتشخيص ومعالجة المريض. كل هذه أساسيات قبل الدخول في العملية الجراحية. وشيء مهم جدا هو تبصير المريض بالخيارات العلاجية المتاحة. هون نبدأ نفتح موضوع الموافقات الكتابية. الموافقات الكتابية طبعا أي إجراء جراحي يقوم فيه الطبيب يجب أن يكون هناك موافقة كتابية من المريض في للجراحة، ويجب تبصير المريض في نوع الجراحة، شو المضاعفات التي يمكن أن تحدث بلغة بسيطة سهلة يفهمها المريض. إذا كانت اللغة عائق يجب إيجاد مترجم بحيث أنه يستوعب المريض الجراحة وتبعاتها، المسؤوليات المترتبة على المريض والمسؤوليات المترتبة على الطبيب. على هذا الطاري دكتور، يعني من يومين كانت عندي يعني أحد الملاحظات كانت تتحدث عن أن المريضة تبغي تسوي عملية في أحد المستشفيات الخاصة، زين، وقالت لي أن الموافقة من شركة التأمين متأخرة وما أدري كذا وما أعطوني الموافقة. قلت طيب أعطيني المعلومات كاملة وأنا أتابع الموضوع. هي قالت لي ان المفروض تسوي عمليه، طلعوا ثلاث عمليات طالبينها المستشفى، زين، وهم باعتين جاستيفيكيشن او الاسباب العمليه هذه او التقرير الطبي على عمليه واحده، زين، بشكل واضح. فشركه التامين كانت تقول ليش العمليتين الثانيات؟ فلما راجعتها قلت له يعني انت وايد مهم انك انت تعرفين هذه العمليات ليش بتسوينها، هم طالبين ثلاث عمليات. قالت لي لا، هي أول بادي قالت لي عملية، بعدين قالت لي لا هي عمليتين. قلت لها هم طالبين ثلاثة والتوضيح كان طالع على عملية واحدة، فلازم ترجعين للطبيب تسألينه ليش يبغي يسوي هذه العمليات الثلاثة، وتاخذين تقرير أو تعرفين الصورة كاملة على هذا الأساس. فالقضية مش أن التأمين ما يبغي يمشي العملية، لا، هنالك بعض الأمور اللي أنت تحتاجين كمريضة أنك أنت تعرفينها. أيضا دكتور نكمل على موضوع القانون المسؤولية الطبية. تمام. والموافقات. تمام. الآن عفوا، الموافقات الكتابية في شيء مهم جدا لازم نوضحه. عمر المريض شيء أساسي بإعطاء الموافقة الكتابية. الموافقة الكتابية لأي شخص عمره أقل من 18 سنة غير كامل الأهلية تعتبر طريقة أولية الأمور. تعتبر إذا مثلا واحد عمره 17 سنة
وأعطى موافقة كتابي لجراحة لعملية جراحية تعتبر لاغي الموافقة. فيجب إعطاء ووضح طبعا القانون صلة القرابة اللي ممكن تعطي الموافقات الكتابية بالدرجة الأولى الدرجة الرابعة. فطبعا إذا انتفى وجود الأول واحد إذا الأب غير متوفر مثلا الأم وترتبهم ترتيب واضح بحيث أنه الكل يكون على علم مبينة. جميل. تمام. جميل. فهنا يعني إذا كان أقل من 18 سنة يجب أن يأخذ موافقة الولي. أو أي إخلال بهذه الشروط دكتور شو يترتب عليها؟ في هنالك يعني محاسبة والقانون ممكن يتخذ إجراءات معينة؟ تمام، سؤال جميل. هلا القانون واضح جدا من ناحية الحقوق والواجبات. إذا تم تقصير في أحد الشروط هذا قد يكون هناك عليها تبعات ومخالفات. طبعا القانون وضح لكل بند ما هي المخالفة، لكن هذه المخالفة عن طريق لجنة طبية اسمها لجنة الممارسات الطبية التي تقوم بدراسة الحالة بالتفصيل ويحددوا شو الخطأ اللي صار، بناء على ذلك يقوم باتخاذ العقوبات. العقوبات يعني وضح القانون بشكل جميل. واضح. جميل. إذا 18 سنة عشان ياخذ الموافقة أو الإقرار إذا كان هو أكبر من 18 سنة، إذا كان أقل هنالك يعني القانون حدد الأولوية في عملية إعطاء هذه الموافقة الخطية. طيب دكتور شو ممكن نضيف في هذه النقطة بعد في شيء؟ في نقطة ثانية أن علاج المريض دون موافقته، هناك في القانون استثناء بعض الحالات المعينة اللي عند الحالة الطارئة مثلا فما تستطيع أنه قد يكون المريض مغمى عليه أو حالته خطيرة، لا يمكن انتظار أخذ الموافقات. فالأخذ الموافقات عادة في العمليات الاختيارية أو بس حالات الطارئة أو اللي فيها ما بين الحياة والموت يعني. تمام، هذا القانون وضحها واستثنى منها الإجراءات هذه حيث أنه ما في داعي تأخذ الموافقات الكتابية. تقوم بعلاج المريض وإجراء الجراحة المطلوبة موافقة مباشرة دون العودة للمريض لإنقاذ حياته المريض. طيب هذه أهم الشغلات ممكن نحن نذكرها في عملية الإقرار الخطي بهذه الموافقة. نحن أيضا دكتور في هيئة الصحة أحيانا كثيرة لما تينا طلبات معينة ل يعني مقابلة أحد المرضى أو أخذ لقاء إعلامي معهم أو كذا، نحن نطلب موافقة خطية من المريض أن يقر بأن هو سوف يقوم بهذه المقابلة على المسؤولية الشخصية، وأيضا نطلب إقرار من الجهة الإعلامية كذلك بعدم الإساءة إلى حقوق المريض واختصاص المريض. فهي العملية تكون يعني قدر الإمكان نحاول أن نحفظ حقوق المريض بشكل أو بآخر. وأعتقد نحن بعد الفترة الجاية ما نشوف القانون ومنحاول أن أتصور عملية الإقرار الخطي بالموافقة لأي مريض أقل من 18 سنة، ما نطلب الإقرار يكون من عن طريق أولياء الأمور في هذا الإطار. دكتور نحن ما نتواصل، ما نكمل الحوار في هذا المجال، لكن بعد ما نوقف فاصل قصير وما نرجع. أيضا مستمعين اللي يبغي يشاركنا بأي سؤال، طبعا في مجموعة أسئلتنا دكتور، لكن اللي يبغي يشاركنا بأي سؤال ممكن على الرقم 4006 وعن طريق الاتصال على الرقم 600551414. اللي عنده أي استفسار ما توني بعد حلقات ثانية تقولوا لي والله في عنا شكوى في عنا ما أدري كيف، مشرح لكم الآلية كاملة من خلال حلقة اليوم مع الدكتور كيالي، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وحياكم الله معنا متواصلين معاكم عبر برنامج صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتكم الموقرة إذاعة نور دبي. طبيبة أسنان قدمت على دراسة ماجستير في جراحة الفم في كلية حمدان بن محمد الطب الأسنان، بدأت الدراسة لمدة سنة ولكن تم رفض إعطائي منحة من التعليم العالي بحجة التخصص غير مطلوب في الدولة. طيب في بعض الاشتراطات وبعض البرامج الدراسية اللي تدعمها هيئة الصحة في هذا المجال، أنا بحول رقمك على الـ HR عندنا في هيئة الصحة ونشوف كيف إمكانية مساعدتك أو كيف ممكن نحن نستفيد من
الطاقة اللي موجودة عندك في هذا المجال. فخليني بس أتأكد من الشروط والإجراءات اللي موجودة عندنا في الموارد البشرية إذا كان في مجال أن أنت تكسبين أي دعم من الدعم اللي تقدمه هيئة الصحة. نواصل نحن موضوعنا قانون المسؤولية الطبية اللي بدينا فيه قبل الفاصل مع الدكتور محمد أسامة كيالي رئيس قسم التنظيم بإدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي. دكتور كنا قد تحدثنا عن بعض المسائل الخاصة بقانون المسؤولية الطبية وتكلمنا عن أهلية المريض و يعني شو هي الموافقات الكتابية متطلباتها. الآن دكتور أبغي أتحدث عن موضوع تطرق للقانون وهو إفشاء الأسرار. ما هي الحالات التي يجوز فيها إفشاء المعلومات عن المريض؟ تمام. بصراحة هو إفشاء الأسرار شيء أساسي بالممارسة الطبية. طبية صحيح. فالمريض يثق في المهني المعالج سواء كان طبيب أو ممرض أو معالج طبيعي. نتيجة الألام والشكوى اللي يعانيها يفشي له بعض المعلومات والبيانات الخاصة السرية. صحيح. اللي عادة الأشخاص الآخرين لا يجب لا يطلعوا عليها. صحيح. وهذا يبني علاقة الطبيب أو المهني الصحي مع المريض ويؤدي إلى علاج صحي. إذا المعلومة هي ما صرح له بها بشكل واضح وصريح قد يؤدي إلى إخفاق في التشخيص الصحيح والعلاج ما يكون مناسب للمريض. بالضبط. يعني أحيانا دكتور المريض يروح يسأل الطبيب أنت تشرب الكحول تشرب مخدرات أو شيء معين من هذا المفروض أنه يجاوب بكل صراحة. الطبيب مؤتمن في المعلومة اللي يتصل له اللي تلقاها ضمن الخدمة الطبية. نعم. وما لازم يمرر هذه المعلومة لأي شخص آخر إلا في حدود نطاق العلاج الطبي. صحيح. هذا شيء أساسي. صحيح. فالقانون وضح جدا أنه يحظر على الطبيب إفشاء الأسرار اللي حصل عليها خلال العلاج الطبي أو عن طريق ولكن استثنى القانون استثنى بعض الحالات الذي يجب فيها وشو هي الإفشاء. هذه الحالات مثال بسيط يعني عندما يكون إفشاء السر إما لمصلحة الزوج أو الزوجة. مثلا إذا المريض مصاب بأحد الأمراض المعدية قد تنتقل عن طريق الجماع أو الاتصال الجنسي. فهذا لازم يكون لازم فيه لازم يبلغ الطرف الآخر. بالضبط. تمام. لأن هذا شيء تبعته طبعا لا لأن في ضرر على الطرف في ضرر الآخر. على الطرف الآخر. صحيح. فهذا أحد الأشياء اللي أوجب على القانون أنه يفشي السر للطرف الآخر لأنه في ضرر للطرف الآخر. نعم. تمام. شيء آخر الإفشاء إذا كان الغرض منع وقوع جريمة. قد أحيانا يكتشف أنه بناء معلومات أعطيت له قد تؤدي إلى منع وقوع جريمة. فالسلطات المختصة في هذا المجال يمكن يمكن إفشاء الأسرار بناء على الطلب على المريض نفسه. المريض نفسه. أنا نعم. أنا مريض وأنا أريدك أن تفشي السر مثلاً شيء معين لشخص آخر. فهذا يتم توثيقه ضمن الملف الطبي. نعم. إنه عدم مانعة المريض في إفشاء هذه النقطة. إذا أحيانا الطبيب يكلف من جهة قضائية في التحقيق مع مريض. وضمن التحقيق مع المريض يجب كتابة تقارير وإفشاء بعض المعلومات لجهات أخرى. فهذا هذا جزء ضمن واجباته كأحد الإجراءات. أحيانا يكون طبيب كشاهد. جميل. في دعوة جنائية أو شيء. جميل. من هذا القبيل. فهذا حق من حقوق الطبيب في إفشاء السر. هناك شيء آخر إذا كان طلب من الجهة الصحية نتيجة تحقيق معين وطلب. آخر شيء هو أهم شيء بصراحة الشركات التأمين. شركات التأمين عندما ينضم المريض لأحد شركات التأمين قد يكون هناك ضرورة للقيام بفحص شامل ومعرفة حاله الصحية وبعدين انضمام. فهذه يوقع عليها المريض أنه يتم إفشاء على أساس أن تحفظ حقوق الآخرين. فكل الحالات دكتور إذا فيها حفظ حقوق لأطراف أخرى وأيضا للمريض نفسه. نتحدث عن الخطأ الطبي. ما هو مفهوم الخطأ الطبي وفق القانون والفرق بينه وبين الإهمال الطبي؟ لكن قبل ذلك دكتور في رسالة بعث لنا يا المستمع يقول من حقوق المريض يفترض عند إعطاء المريض أي ورقة عسب يوقع عليها لابد تكون مترجمة إلى اللغة العربية عسب يكون على وعي على شو يوقع. وهذا كلام 100% سليم.
تمام. نحن يعني جزء من الأشياء بنركز عليها هي دائما واجبات وحقوق المريض. من حقوق المريض أنه إذا لم يتم توفيرها مباشرة يجب توفير مترجم. مترجم هذا يشرح له ما شو المعلومات المكتوبة في الورقة اللي مطلوب عليها التوقيع. صحيح. ويوقع المترجم أنه ترجم له هذا الشيء. صحيح. فهذا جزء من الإجراء حق المريض أنه يطلبه 100%. لازم يكون عندك تكون المعلومة واضحة بالنسبة لك. أعتقد الآن حتى عقود التأمين وكذا تم ترجمتها إلى اللغة العربية. نعم. وهي موجودة باللغة الإنجليزية. وفي حالات كثيرة مرة في حالة من الحالات في يا ربي أي جنسية صعبة جدا يابو المترجم لمستشفى راشد من السفارة والساعة 3 PM. اي ذكر هذه الحاله صارت لنا لان هذا واحد من حقوق المريض. اذا ما كنت فاهم لا تستهين بهذا الحق. يجب عليك ان تفهم ما يقوله الطبيب بكل وعي. طيب الاخطاء الطبيه دكتور، بدايه شو هو مفهوم الخطا الطبي وفق القانون؟ هو موضوع صراحه يعني انا بس في شويه معقد شوي، بس انا بشرحه بطريقه بسيطه جدا لانه في لبس ما بين الترخيص ودور الطبيب والخطأ الطبي. فبعطي فكرة بسيطة، يعني خلنا نقول الفرق ما بين الخطأ الطبي والإهمال. تمام. أي. خير إن شاء الله. بس بعطي فكرة بسيطة للمستمعين مشان يكون على وعي. الآن كل طبيب أو كل مهني يجب أن يكون مرخص. إجراء الترخيص هناك شهادات معينة، خبرات معينة، يدخل شخص امتحان أو تقييم، وبعدين بعد نجاحه يتم إعطاء الترخيص. إضافة لشغلة اسمها تأمين ضد الأخطاء الطبية. هي بكل بساطة أنا أقارنها بترخيص قائدي السيارات. أو فبكل بساطة يتقدم الشخص لفحص السيارات، يتم تقييمه في أوراق معينة لازم يقدمها، يتم امتحانه، يتأكد من كفاءته الصحية من ناحية النظر، من ناحية بعض الأمراض معينة، ويتم تقييم شخص مخول، وبعد ذلك يتم إعطاء الترخيص. بعد إعطاء الترخيص طريقة قيادة المركبة هي تعتمد على الشخص. فمثلا الضوابط التشريعات المحلية تقول ممنوع استخدام الهاتف المتنقل داخل المركبة. إذا استخدمه هو يعرض حاله للمخالفة. صحيح. تمام. فطريقة الخطأ اللي ارتكبه هو قد تكون عن طريق الرصد، عن طريق كاميرا، عن طريق طيب بالنسبة للأمور الطبية ناخذ هذه الأمور الطبية بنفس المبدأ. طبيب أعطي ترخيص لممارسة مهنة في منشأة صحية مرخصة. طريقة الممارسة هناك بعض الضوابط والتشريعات تنظم هذه العلاقة. أي. الطبيب مفروض مثلا يقوم بتقييم الحالة المرضية بطريقة صحيحة، عمل الفحوصات اللازمة لكل حالة مرضية لها استثناءات ولها بعض الحالات الخاصة، ولكن بعد القيام بعمله يتوقع منه أنه يقدم يبذل جهد لإيجاد علاج. أحيانا المرضى بتوقع أنه النتيجة دائما متساوية. هناك بالطب يعني صعب جدا تقول كل النتائج متساوية. يعني ممكن مريضين بنفس الحالة بنفس العمر بنفس الشكوى يدخلوا نفس الإجراء الجراحي، يكون مع نفس الطبيب، يكون هذا نسبة نجاحه مثلا 60%، هذا 90%. فالفروقات البشرية موجودة دائما. الخطأ الطبي نحن بنقول عنه لما يكون الطبيب يجهل بالأمور المتعارف عليها. مثلا المفروض في الحالة هذه يقوم بالإجراء 1، 2، 3، هو لم يقم غير بإجراء واحد ولم يقم بقية الإجراءات. تمام. فهذا بنعتبره خطأ طبي. مقارنة بالأطباء الشبيهين بنفس المستوى أو عدم اتباع الأصول المهنية. مثلا متعارف عليه أنه في العمر المعين للطفل الفلاني لازم ما يتم تعريضه للعلاج الفلاني، هذا قام بتعريض الطفل للعلاج المعين. هنا يكون هذا خطأ طبي. أحيانا إهمال المهني الصحي في بذل العناية اللازمة. هون أنا غيرت الكلمة صار إهمال. صح. تمام. في فرق بين الخطأ والإهمال. في يعني في أساسيات الخطأ. الخطأ إنه إخلال بإجراء معين أو بروتوكولات طبية. لا هون مثلاً البذل العناية اللازمة ما قام فيه هذا يعني يقوم. وهذا يجرم القانون. نعم طبعاً. طيب دكتور، يعني هيئة الصحة تبت في هذه الشكاوى وتبت في هذه الأخطاء. ما تبغى تضيف نقطة بعد في موضوع هو بصراحة يعني
التعاون مع الجمهور أساسي في الوصول لمعرفة الواقع، لأنه العلاقة الطبية علاقة سرية تقريبا كنا نذكرها. فإذا المريض ذكر أنه غير مبسوط من العلاج الطبي التلقى، يجب أن يتواصل مع الجهات. هلا أول جهة تواصل معها هو مع إدارة المستشفى. أنا تلقيت علاج بالمستشفى الفلاني، أنا غير مبسوط من النتيجة أو غير مبسوط من العلاج أو من أداء بعض الأفراد المهنيين. إذا لم يتم حلها خلال القنوات الداخل المنشأة الصحية، نحن أبوابنا هيئة الصحة إدارة التنظيم الصحي مفتوحة دائما لاستقبال الشكاوي. نحن ما شاء الله يعني في كثير من الشكاوي تصلنا، نحن يمكن نسجل رقم إذا حد يحب يتواصل 0450-22-946 0450-22-946-946 تمام. إدارة التنظيم الصحي مخصصة رقم فقط خاص للشكاوى الطبية، الشكاوى الطبية، بحيث أنه ممكن نستقبل شكوى أو ممكن إرسال على الإيميل cg@dha.gov.ae. cg جي من إيش دكتور؟ G for governance، هي clinical governance. أوكي تمام. الحكم الطبية DHA دبي هيلث أثوريتي .gov من government.ae. طيب دكتور، يعني نحن قبل لا ندخل في هذا الموضوع خلنا نتكلم عن اللجنة اللي تبت في مثل هذه الحالات. هذه اللجنة يتم تشكيلها، على حد علمي أنا ما أتذكر، ما هذه المعلومة سليمة ولا خاطئة، أن هذه اللجنة تشكل بشكل أن يكون هنالك العديد من الأطراف المشاركة في هذه اللجنة وليس فقط أطباء هيئة الصحة. طبيعي. الآن بس بعطيك فكرة عن عدد الشكاوي اللي تم استقبالها. خلنا نقول خلال العام الجاري كم استقبلت تقريبا؟ ودور اللجنة الآن لحد تاريخه استقبلنا 336 شكوى. 336 شكوى. الشكوى يتم دراستها من قبل فريق مختص، الفريق كله من الكادر التمريضي أو الأطباء أو المهنيين المتعلقين بالصحة. عندك السنة الماضية كم شكوى دكتور؟ عن 533 شكوى. 533، وأنتوا يعني عندكم عدد متزايد في تسجيل العيادات وفي تسجيل الآن تقريبا في عنا 2700 منشأة صحية تم تسجيلها ومسجل في إمارة دبي في القطاع الصحي. طيب اللجنة دكتور. تمام. اللجنة الآن دورها، اللجنة مشكلة من فريق من أطباء من عدة تخصصات. بعد استلام الشكوى يتم دراسة الشكوى، إذا كانت شكوى طبية بحتة يتم قبولها وتحويلها للجنة. يعني كيف يتم التحقيق في هذه الشكاوى دكتور، وكيف يتم اختيار اللجنة اللي بتحقق؟ تمام. حسب التخصص والنشاط. مثلا يعني اذا كان شكوى ضد مركز عيون، وبعد الدراسه الاوليه للشكوى وجدنا ان شكوى طبيه يتم اخذ فيها تشكيل فريق عيون من نفس التخصص، يتم دراسه الحاله، استدعاء المريض والطبيب المعالج، ومن ثم تحويل اللجنة اللي اسمها لجنة الممارسات الطبية، هي اللجنة اللي تستطيع تأخذ القرار. كم يأخذ هذا الإجراء عادة دكتور؟ هذا والله صراحة أحد الأشياء اللي نواجه صعوبة. طبعا تجميع أطباء من ثلاث أطباء مختصين أو استشاريين بنفس التخصص شيء يواجه الفريق مشكلة فيه دائما، وإضافة لممثل من الشؤون القانونية توفيقها مع المريض ومع الطبيب المعالج كمان. هذه كلها أحيانا الموضوع يأخذ عادة ما بين 6 إلى 9 أشهر. مو وايد دكتور، هو صراحة كثير، بس يعني أنه عدد الشكاوي مع عدد الـ. طيب أنا خلني أقول لك شغلة ثانية. أي أنا قبل الشكوى، نحن متعودين في إمارة دبي دائما نحن يعني نضع السبل الوقائية قبل، يعني هذا اللي يسمونه قبل الفلعة نحن بلهجتنا المحلية. شو الإجراءات اللي تسويها هيئة الصحة بدبي للحد من الأخطاء الطبية، إنه ما يكون عندي خطأ طبي أصلاً قبل لا يتحول للجنة؟ شو اللي تسوونه في هذا المجال؟ الآن هلا في نظم رقابية، ما شاء الله عندنا أكثر من 35 مفتش، زيارة ميدانية مستمرة على القطاع الصحي بتحديد الأماكن التي فيها خطر،
أو يحاول تقليل الأخطاء والممارسات الخاطئة. نعم. طبعا هذه الكل له دور، المريض له دور، الطبيب له دور، المنشأة الصحية وإدارتها له دور، التفتيش والرقابة له دور، وكلنا المفروض نعمل متكاتفين مع بعضنا للوصول إلى تقليل الأخطاء الطبية. طبعا أمل دائما نوجه المجتمع أنه لإرسال الشكاوى الطبية وتواصل معنا لوضع الملاحظات هذه، لأن الملاحظة هذه حماية مريض آخر. هني وايد مهم أعزائي المستمعين أن تتواصلون مع اللجان، سواء اللي يشوف أي شغلة ممكن أن كملاحظة على منشأة طبية يبلغنا فيها، لأن هذه تسجل في الريكورد عندكم دكتور. تمام. ويتم عليها دراسات أخرى كذلك. طبعا. لأن معلومة مفيدة بالنسبة لكم في عملية التحقيق. أنا ذكرت لك السنة هذه 336 شكوى على منشآت صحية، تم أخذ منها 140 أو 45 تم أخذها كمرحلة للتحقيق منها فيها، بس الشكاوى الثانية تبقى في الريكورد، تبقى إنه تم ممكن تكون شكوى إدارية، شكوى تأخير في علاج مثلا، أشياء بعض الأحيان اللي ما تكون طبية بحتة. فهمتك دكتور. أنا عندي دقيقتين، يعني حاولت أني أوجز عدد من المحاور اللي في هذا الحوار، لكن أنت قبل الفاصل كنت تبغي تتحدث عن موضوع زراعة الأعضاء والأنسجة، خلنا نأخذها في هذه الدقيقة. تمام. نحن بدأنا الموضوع بالزراعة وحاب أختمه بالزراعة بصراحة، لأنه نحن ذكرنا موضوع المسؤولية الطبية ودور الطبيب والمنشأة الصحية في العلاج وأخذ الموافقات الكتابية، احتماليات الأخطاء، كلها نرجع للموضوع الأساسي هو نقل وزراعة الأعضاء. فدور الفريق الطبي، دور المريض، دور المنشأة الصحية وتجهيزاتها، كلها يعمل بتوافق للتأكد من سلامة المخرجات العمليات الصحية. نعم. وهذا الشيء نحن اللي عم نركز عليه دائما، انه نحن اذا لم نتكاتف ونعمل سوية المخرج الصحي لا يكون كما هو متوقع. صحيح. دكتور محمد أسامة كيالي، رئيس قسم التنظيم بإدارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، نحن شاكرين لك هذا التواجد، شاكرين لك وقتك. صح انه كان شورت نوتس، بس انت ما شاء الله عليك، يعني جزاك الله خير تواجدت معنا، ونتمنى لكم التوفيق، وأكيد بتكون لنا لقاءات عديدة في القادم من الأيام. شكرا جزيلا لك دكتور. إذا مستمعينا قبل أن نختم، بس أذكركم برقم التواصل مع إدارة التنظيم الصحي على الرقم 405022946. الرقم مرة ثانية 50-22-946. ليش أقول لكم هذا الرقم وأشدد عليه؟ لأن يا جماعة الخير اللي عنده أي ملاحظة أو أي شكوى على أي منشأة طبية موجودة في إمارة دبي، سواء كانت حكومية ولا في القطاع الخاص، يبغي يشتكي، هنالك إجراءات كثيرة ممكن أنه يتواصل فيها مع إدارة التنظيم الصحي المعنية بإدارة هذه الشكاوى الطبية. الشكاوى اللي خارج النطاق الطبي طبعا هذه ممكن تتواصلون فيها على 800-342. ليش نقول هذا الكلام؟ لأن المسألة وايد مهمة في عملية يعني إيجاد مجتمع صحي طبي آمن وفق القانون، ما يكون معتمد فقط على هيئة الصحة، لا أنتوا تشاركون فيه، لأن هذه المشاركات تساهم بشكل أو بآخر في حفظ حقوق المرضى. خلك واعي لحقوقك، هنالك حقوق للمريض يجب أن تعيها، وأيضا هنالك حقوق على المريض. وعيسى عصب قال لي اختم، قلت له إن شاء الله، فسامحوني عادة ما نتكلم وايد عن هذا الموضوع في القادم من الأيام، لكن الوقت قد أزف. وفي الختام لا أملك إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لمخرجنا عيسى سبيل، وفي التنسيق كان معنا فيصل بن فارس، وأيضا كل الشكر للدكتور محمد كيال، والشكر موصول لكم مستمعين، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.